يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا معاكم حلقه جديده برنامج السادسه، تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. وبالتاكيد الحقيقه من النهارده احنا مستنيين مباراه بكره 24 ساعه تقريبا بتفصلنا عن مواجهه الاهلي مع الرجاء في سوبر افريقيا، اكتر بكتير من مجرد سوبر، ده ممكن يكون عنوان حلقه النهارده، بالاضافه طبعا لانها بطوله مهمه جدا تضاف لسجل بطولات النادي الاهلي، وبالاضافه كمان لرغبتك في انك انت تحافظ على رقمك القياسي في تحقيق السوبر الافريقي. خدوا بال حضراتكم بكره نقرب خطوه مهمه جدا من الريال المتفوق على النادي الاهلي بثلاث بطولات قاريه، في حاله فوزنا ان شاء الله باذن الله بكره وحصول النادي الاهلي على بطوله السوبر، وان شاء الله نتمنى كمان تحقيق بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي، نقرب كتير جدا من الريال البعيد. ليه بقول البعيد؟ لان الحقيقه الريال في شكله الحالي وقوامه الحالي بعيد الى حد كبير عن وفرصه الى حد كبير مش زي الاول في تحقيق بطولات قاريه. وجود البايرن، وجود المان سيتي، وجود البي اس جي بتشكيلتهم الحاليه ممكن تعطل الريال بشكل كبير، وده في حد ذاته هدف بيسعى ليه كل الاهلاويه. كل التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله في مواجهه الرجاء، مباراه مش سهله بكل المقاييس، وان كانت كل الظروف كل المعطيات ما قبل المباراه بتقول انه ظروف الاهلي احسن، الاهلي اجهز على كل المستويات، بس مش من ناحيه الفنيه والبدنيه لكن كمان من النواحي الاداريه. خدوا بال حضراتكم، واحنا يمكن على مدار الاسبوع اتكلمنا كتير على التغييرات اللي حصلت على فريق الرجاء، عانى بشكل كبير جدا من ظروف كتيره، اهمها طبعا رحيل اهم وابرز لاعبيه، كلام على سفيان رحيمي وبن مالونجو اللي انتقلوا للدوريات الخليجيه، بنتكلم تقريبا على فريق تشكيله وتشكيلته اللي هتواجه النادي الاهلي بكره فيها 14 اسم جديد، مش بالضروره طبعا كلهم يشاركوا لكن ده حجم واجمالي الصفقات اللي ابرمتها اداره الرجاء في الفتره الاخيره، فمن الوارد جدا انه معدلات الانسجام معدلات الجاهزيه ما تكونش في احسن احوالها. كمان الاداره الفنيه، مارك فيلموتس طبعا مدير فني البلجيكي اللي تولى مسؤوليه الرجاء ولعب معاهم يمكن 3 أو 4 ماتشات، ما مكنتوش بشكل كامل انه يدرس او يستوعب حجم امكانيات الفرقه واختيار الطريقه والتشكيل الانسب لمواجهه الاهلي في مباراه هتكون صعبه جدا بالنسبه للرجاء. لكن لما نرجع في النهايه ونقول هي مجرد مباراه من 90 دقيقه ونتمناها ما تزيدش عن 90 دقيقه، في النهايه البطولات اللي بتحسم من مواجهه واحده او من مباراه فاصله بتبقى ليها ظروف خاصه جدا. ان شاء الله باذن الله التوفيق معانا، وهنتابع مع حضراتكم يمكن الحلقه النهارده بتتزامن مع التدريب الاخير والختامي للنادي الاهلي استعدادا لمواجهه بكره. قبل ما ندخل في التفاصيل ومعانا انفرادات ومعانا حاجات كتيره جدا في حلقه النهارده، خليني ابدا مع حضراتكم باهم اخبار وعناوين السادسه النهارده. الاهلي بيخوض التدريب الختامي اليوم استعدادا لمباراه الرجاء، والاهلي بالزي الاحمر التقليدي في سوبر افريقيا، المنتخب الوطني يؤجل انطلاق معسكر الاعداد لامم افريقيا الى 1 يناير، ومانشستر سيتي يتمسك ب 60 مليون يورو لرحيل توريس الى برشلونه، انديه البريمير ليج تقرر الاستمرار في اقامه المباريات القادمه رغم تهديد كورونا. We'll be right back.
على الهواء مباشرة مع فريقنا في الدوحة لحظة بلحظة في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة بكرة طبعا المنتظرة. خليني أقول لحضراتكم أنه قبل ما اللقطات دي حضراتكم تشوفوها على الهواء مباشرة كان في محاضرة فنية من مستر بيتشو موسيماني داخل الفندق مقر إقامة الفريق. بعدها ابتدت نجوم النادي الأهلي الحقيقة يتحركوا عشان يروحوا للتدريب الأخير على ملعب أحمد بن علي اللي هيستضيف طبعا مباراة بكرة. خليني أقول لحضراتكم أنه كمان نص ساعة من دلوقتي هيكون في مؤتمر صحفي تفاصيل خاصة بالحقيقة الاجتماع الفني النهاردة خليني أكلم حضراتكم عليها. وهنروح طبعا للدوحة ونتعرف مع فريق عمل قناة النادي الأهلي من هناك على آخر التحضيرات والاستعدادات لماتش بكرة. خليني أقول لحضراتكم بس بداية أنه النهاردة هيكون في تمرين أساسي هيبتدي الساعة 7 بتوقيت القاهرة، والمؤتمر الصحفي اللي هيعقد قبل التمرين على طول هيحضره مستر بيتشو موسيماني، وهيكون معاه كابتن محمد شناوي طبعا كابتن الفريق عشان يتكلموا على المباراة. تم الاستقرار في الاجتماع الفني انه الاهلي هيلبس زي التقليدي احمر وابيض واحمر، ورجاء المغربي هيلبس الزي التقليدي برضو اخضر، تيشرت خضراء، شورت اخضر، شراب ابيض، ده اللوك اللي هيظهر عليه الفرقتين بكره ان شاء الله. يمكن الاجتماع الفني حضره كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وكان معاه امير توفيق مدير التسويق، وكابتن سمير عدلي مدير الاداري طبعا، ومعاهم ماهر عبد العزيز اداري الفريق، وعمرو محب المترجم، الى جانب طبعا ممثلي اللجنه المنظمه للمباراه، وكمان الاتحاد الافريقي ونادي الرجاء. وزي ما قلت لحضراتكم مباراه بكره ان شاء الله تكون يعني مباراه موفقه لفرقتنا في بطوله سوبر افريقيا. النهارده معانا حاجات كتير، يمكن في اللقطات البسيطه جدا طبعا جزء وهدف اساسي من ماتش بكره انه الاهلي يفرح المصريين الموجودين في الدوحه، اللي موجودين في قطر، واللي بالتاكيد من لحظه وصول الاهلي كانوا في استقبال فرقتنا. النهارده في السادسه هنعرض لحضراتكم لقاءات مع رابطه مشجعي الاهلي في الدوحه واستعدادها للمباراه واستعدادها بكره لاستقبال الاهلي ان شاء الله في الملعب. كمان معانا حاجه مهمه جدا الحقيقه النهارده. خليني اعدي على اخبارنا سريعا قبل ما اروح للسكايب، لان معانا النهارده واحد من اشهر واهم المديرين الرياضيين في ايطاليا، وولتر ساباتيني، كان مدير رياضي سابق لروما وكان مدير رياضي سابق للاتسيو. هنتكلم الحقيقه على مشاكل الكره الايطاليه، درس مهم جدا، يعني احنا كل يوم او يوم بعد يوم بنسمع عن قضايا فساد، والدرس المهم جدا ان احنا نفهمه ازاي ممكن استشراء الفساد او انتشار الفساد بشكل من الاشكال يساهم ويؤكد على تراجع كره كانت في يوم من الايام عملاقه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه. ايطاليا كانت دايما حاضره بانديتها ومنتخباتها على منصات التتويج. النهارده يمكن الحدث الاهم والابرز في ايطاليا هو اقتحام الشرطه الايطاليه لمقرات نادي انتر للتحقيق في قضايا فساد من 2017 ل 2019، استمرارا طبعا لقضايا مست نادي سامدوريا، مست نادي اليوفي في وقت سابق. النهارده هنتكلم مع وولتر ساباتيني على المستجدات. طيب خلينا نروح بقى الحقيقه مع لينا واقفه في السادسه النهارده مع لقاء او تصريحات لخوان كارلوس جاريدو. وجاريدو الحقيقه يمكن المدير الفني الوحيد اللي تولى مسؤوليه تدريب الاهلي المصري في فتره من الفترات، وتولى كمان مسؤوليه تدريب نادي الرجاء البيضاوي، عشان كده كان مهم جدا نسمع رايه في المواجهه المنتظره بكره ان شاء الله بين اللقاءين، ملابسات اللقاء ده، رؤيته في امكانيات الفرقتين على كل المستويات. وكان الحقيقه اتكلم على مشواره طبعا مع النادي الاهلي، واتكلم على يمكن كان اهم بصمه سابها هو فوز الاهلي مع اخوان كارلوس جاريدو ببطوله الكونفدراليه، اتكلم على الاهلي وعلى جماهيره، واتكلم على نظرته في مواجهه سوبر افريقيا بين الاهلي ورجاء. تعالوا نشوف جاريدو قال ايه ونرجع لحضراتكم في السادسه. Salam alaikum. Hi. Hello everyone in Egypt, in Cairo. Special hello to Ahli fans. I'm here to speak with you in Ahli channel about the final of the Super Cup between Al Ahli and Raja Casablanca. My teams, I work with both teams, with Al Ahli, with Raja. And I have fantastic memories in Cairo, fantastic memories in Casablanca, and of course it's a special game for me because both teams are for me very, very special teams, special cities, and special fans, because in my career, in my life, I live there very good experiences, winning trophies and having a very good period in Cairo, having a very good period in Casablanca.
And of course, I wish all the best to both of them, to Al Ahly and Raja, because, as I said, I have special memories and amazing memories in both cities, in both clubs. I think Al Ahly they have an advantage because they have the same team, the same coach, the same management. I think Al Ahly is a club with a lot of balance in their, especially in their management with the president, with the people who manage the club. They always put people in charge, people professional from football, like in my period, Alaa Abdel Sadek and Wael Goma. Now also the president is a former player of Al Ahly. And this kind of management, I think, always gives the team the right stability, the right calm to give the chance to the coach just to work, just to keep focus on football side. They keep the same squad, the same players. Even they improve the squad. So I think this is an advantage for Al Ahly. Raja, they went out to Sofyan Rahimi. They changed the president, a new coach without playing games. So I think this is an advantage for Al Ahly. I think it will be very nice, the match, especially playing in Doha, in Qatar, because there are a lot of fans from Al Ahly and also a lot of fans from Raja, so Moroccan people, Egyptian people. So it will be a very nice atmosphere to the stadium. And I think this is fantastic because football is for fans. And I think it's very important to play important games and games like this with a full stadium of people, of fans. And that will be very nice. I think it's a very good idea to play in Doha, to play in Qatar. And I think it's a wonderful match. Because the teams, because the players, because the passion, and because the fans. Yeah, of course, Raja is a very good team, a very good players. I think, for example, Hafidi, he's a key player because the quality, Ben Khalib, Sniti. Raja is a team with good players, with a good team, but he's a new coach, and I think he played only two games in Botola, in Moroccan League. So that I think there is not the right time for the coach to be working with the team, with the players, because also a lot of players were into the national team. And I think it's very important, Sofyan Rahimi. Sofyan Rahimi, he went to Al Ain in Emirates, and I think he was a very important player for them. And let's see what they can do. I think it's a difficult match for them, also because Al Ahly is a very strong team. And my period in Al Ahly was, I have very nice memories. I remember we got very young players like Ramadan Sobhi, like Trezeguet, Amre Gamal. Unfortunately, Amre Gamal got injured, and so in my opinion, it was very difficult for us because he was very good striker, and at that moment for us it was an important player out because he was injured and with the knee. And of course we had Hossam Ghali, Assur, Ekrami, Emad Metep. They were very important players. And I think we made a good mix, also with Bassem Ali, with Hani, especially Walid Suleiman. He was key player, fantastic, very good qualities. Abdal Al Said. Abdal Al Said was amazing player, with a key player in free kicks, in playing football in the last pass. I'm very happy with this group. Really, we had a fantastic group, fantastic players. We got the Super Cup in Egypt, and after that the CAF. And I'm very happy to remember this period. Unfortunately, we were out in Champions League, and that was a problem. That was a bad result. And you know, the coach is always there. You have to change coach always when you have a bad result. But of course, for me, my period in Al Ahly was amazing, and I think we played very good football.
And at least me, I have very good memories, you know, Trezeguet, Walid Suleiman, you know, players that Ramir Rabia, Saad Samir, I have very good memories with very good people, and they are good players, good professionals, and still they are, some of them playing in Al Ahly, and I think they have a lot of experience and a lot of quality. I wish them all the best. Yeah, I remember in Al Ahly final of the CAF, I think Ahmed Adel was a very important player because I remember he got injured into the game and he didn't ask for the substitution because otherwise we cannot put another striker into the field. Ahmed Adel, I think it was very important in winning the CAF. And of course, Emad Metep with the goal, and Walid Suleiman with the cross, and Abdal Al Said with the pass, and Saad Samir, and Bassem Ali, you know, Hossam Ghali, Assur. You know, we were in that game. I think we were fighters. We were mental fighting because we know the match was difficult because one goal of Sivasspor was a catastrophe for us, but the team was fighting very well, and I think that game it was fantastic. I hope everything is going well for you, all of you, Ahly fans. I wish you all the best. Thank you very much for your attention. Really, I'm very proud of my period with you. I'm very happy to say that I was Ahly coach, that I was living in Cairo, that I was your friend, your coach, and of course, I wish you all the best. Keep in touch. Kulu tamam. Shukran. الكبار حتى الكبار يعانون طبعا بسبب تهديدات فيروس كورونا. بنتكلم على انديه بحجم ريال مدريد، بارسا، ومنهم كمان معظم انديه الدوري الالماني بما فيهم بايرن ميونخ، ويبدو كمان انه الازمه مستمره. على كل الاحوال خليني اخدكم شويه لايطاليا، وتحديدا هيكون ليها لقاء مع والتر ساباتيني. والتر ساباتيني هو المدير الرياضي لنادي روما ولاتسيو سامدوريا، المدير الرياضي السابق، وكان طبعا واحد من نجوم فرق بارما وروما. مشواره في الكره الحقيقه امتد بشكل كبير جدا حتى خارج حدود ايطاليا، وتولى مسؤوليه المدير الرياضي في عدد مختلف من القارات، منها مره في كندا ومنها مره في الصين، وحاليا وهو قريب جدا من رجوعه مره ثانيه كمدير رياضي لنادي لاتسيو. خلينا نرحب بيه بدايه طبعا ونستقبله على شاشه النادي الاهلي. والتر سافاتيني، شكرا ليك على وجودك معانا. مساء الخير للجميع. ميديكا ميستر. مساء الخير للجميع، مساء الخير على جماهير قناة الأهلي، مساء الخير خاصة على جماهير الأهلي، وأتمنى غدا مباراة طيبة للنادي الأهلي، وأنا سعيد بالتواجد معكم. وأقول لك أنه أتابع العديد من اللاعبين المصريين، قد يكون هناك صلاح آخر قريب في العودة إلى إيطاليا. خدوا بال حضراتكم، مولتر ساباتيني كان ليه دور كبير جدا في صفقة انتقال صلاح لنادي روما، وهسأله عن ده. بس خليني بداية طبعا، انت ليك مشوار طويل مع الكرة الإيطالية، مش بس داخل الملاعب مع بارما وروما، لكن الحقيقة يمكن توليت منصب المدير الرياضي لعدد من الأندية الإيطالية، وعملت أيضا كمدير رياضي في عدد من الأندية المختلفة في العالم، منها في الصين، منها في كندا. خليني اسالك الاول، ايه هو دور او طبيعه دور المدير الرياضي للنادي، وايه هي المعايير اللي على اساسها ممكن تكون مهمته كمدير رياضي ناجحه؟ المدير الرياضي يجب على الجميع ان يعلم ان المدير الرياضي ميديكا ميستر فاتشولا تراديسيوني سينسا فيرمارسي الرياضي يقوم بفعل اشياء كثيره كونتينوا ميستر. يجب ان يكون بجانب اللاعبين، ويجب ان يقوم باشياء هامه مع مجلس الاداره، ويجب ان يتحدث مع مجلس الاداره، ويجب ان يذهب للحديث مع اللاعبين الاخرين، ويجب ان يبحث عن افضل اللاعبين من اجل تقدمهم للنادي. اذا المدير الرياضي لديه خصائص هامه جدا.
طيب خلينا اخذك لفتره من 2011 ل 2016 تحديدا. الفتره دي انت كنت تتولى مسؤوليه المدير الرياضي لنادي اي اس روما، وهي نفس الفتره اللي انتقل فيها محمد صلاح اللاعب المصري او النجم المصري للعب في صفوف روما. خليني بدايه اكلمك عن كواليس الصفقه، ايه اللي لفت نظرك في محمد صلاح، وانت يمكن حتى عند رحيله وانتقاله ليفربول قلت انه مجلس اداره نادي روما هيندم على رحيل محمد صلاح. أنا ظاهرة عندما رأيت صلاح في تشيلسي وكنت أتابع صلاح منذ أن كان في بازل السويسري، ولهذا تحدثت مع مجلس إدارة روما في هذه الفترة عندما كنت مدير الرياضة لروما، وحسيت الجميع على التعاقد مع محمد صلاح، لأن محمد صلاح كان من ضمن المشروع الأمريكاني ومن ضمن المشروع التي قد يجلب لروما الغالي والنفيس. ومحمد صلاح كان قريب من الانتقال إلى الإنتر، وحدثت مفاوضات من جانب النادي اللومباردي، ولكن قررت الذهاب إلى لندن وتحدثت مع مديرية التعاقدات هناك وجلبته إلى روما. في رأيك إيه أهم الأسباب اللي أدت لنجاح محمد صلاح في تجربته الاحترافية، وخصوصا طبعا مع المستوى الأكثر من رائع اللي ظهر به مع روما بداية وانتقاله ليفربول وتألقه بشدة، الأمر اللي خلاه يبقى مرشح للمنافسة على لقب الأفضل في العالم؟ صلاح قام بعمل أشياء خارقة وعمل أشياء كبيرة. صلاح اشتغل على نفسه كثيرا وكان يستمع إلى النصائح عندما كان في فيورنتينا وتطور في روما، لكن محمد صلاح أخذ العقلية الرومانية وعقلية جماهير روما لأنه لعب لجماهير روما. جماهير روما من الصعب أن تلعب أمام الكورفا سود وأمام الجماهير هناك، لذا صلاح كان يذهب دائما إلى التمرين بانتظام، وكان يتحدث معي كمدير رياضي وكان يتحدث مع المدير الفني، كان يستمع كثيرا للنصائح، ولهذا صلاح أصبح الأفضل. إذا كنت بتوجه نصيحة لمحمد صلاح في التوقيت الحالي، هل تنصحه أكثر بالبقاء واستمراره في صفوف الليفر، ولا تنصحه بأنه ياخد قرار واللعب لأي فريق من الفرق الكبيرة في أوروبا؟ يجب على صلاح أن يستمر في ليفربول. شعبية صلاح في ليفربول أصبحت كبيرة وكبيرة جدا، وهناك يلقى ترحيب كبير. شيء هام، محمد صلاح لدي الكثير من العشاق في ليفربول، قد يكون مثل توتي، وأنا أنتظر أن صلاح قد يفوز بالبالندور مع ليفربول العام المقبل، ولهذا إذا كان على صلاح أن يفوز بالبالندور يجب أن يستمر في ليفربول. خليني أسألك برضو بصفتك مدير رياضي لعدد من الأندية الإيطالية، يعني بعد نجاح تجربة صلاح ليه ما فكرتش الأندية الإيطالية في تكرار التجربة مع لاعبين مصريين تانيين؟ يعني معظم المصريين بيحترفوا في الدوري التركي، في الدوري الألماني، في الدوري اليوناني، وبعضهم طبعا في الدوري الإنجليزي، ليه ما فكرتش الأندية الإيطالية أنها تبص بشكل مختلف للاعب المصري؟ هذه ثقافة مختلفة. ثقافة والتر ساباتيني، أنا أعشق اللاعب العربي وأعشق اللاعب الأفريقي، لأن اللاعب العربي واللاعب الأفريقي يريد أن ينتقل من قارة أفريقيا ومن الوطن العربي من أجل أن يلمع في أوروبا ومن أجل أن يذهب إلى مكان آخر. ورأيت صلاح والنني وتريزيجيه في أستون فيلا، ولهذا أنا أعشق اللاعب المصري وأفضل اللاعب العربي عموما والأفريقي، لكن هناك العين التي تجلب. وكلاء اللاعبين الأوروبيين يفضلون دائما الانتقال أوروبا من أجل المادة، لكن أنا بالنسبة لي كوالتر ساباتيني الأهم لي هو موهبة اللاعب وفنيات اللاعب، لكن في العالم كله أنا أعتقد أن تجربة صلاح سوف تتكرر وسنجلب العديد من اللاعبين المصريين. من يستحق أن يذهب إلى إيطاليا سيذهب، وهناك مشروع في الأيام القادمة كما ذكرت للنادي الأهلي كان يكون لاعب مصري في إيطاليا في الأيام القادمة. طيب أتكلم معك شوية عن ملف الكرة الإيطالية، والحقيقة كتير تخيلوا أنه بعد تتويج إيطاليا بيورو 2020 أنه الكرة الإيطالية عادت على الطريق الصحيح، وأنه إيطاليا هتكون موجودة دايما على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية على منصات التتويج، إلا أنه يوم بعد يوم بتزداد معاناة الكرة الإيطالية، عدم القدرة على التأهل مباشرة لكأس العالم من ناحية، وقضايا فساد تخص أكبر الأندية الإيطالية من ناحية تانية. من وجهة نظرك إيه أهم أسباب ده، وليه بنسمع كل يوم عن قضية جديدة بتمس الفساد في بعض الأندية الإيطالية؟ يجب أن
إذا ما تحدثت عن هذا الأمر فأنت متابع جيد للدوري الإيطالي والأحداث في إيطاليا. الأحداث في إيطاليا في هذه الأيام ساخنة جدا ما بين فساد بعض الأندية كاليوفي وسامبدوريا والإنتر مؤخرا منذ قليل. لكن في إيطاليا عدم التأهل إلى كأس العالم سيكون أمر صعب لنا، لكن الفساد يؤثر بشكل كبير في الكرة الإيطالية، لكن يجب أن نفصل هذا عن الكرة الإيطالية في الأيام الماضية. يجب أن نتحد من أجل إيطاليا، يجب أن نتحد من أجل التأهل لكأس العالم. النهاردة عرفنا أن الشرطة الإيطالية اقتحمت مقر نادي الإنتر للتحقيق في بعض قضايا الفساد. يهمني أعرف إيه الجديد وآخر تطورات الموضوع من والتر ساباتين. الإنتر يسأل الآن ويقول لك أن الشرطة الإيطالية ذهبت من أجل الاطلاع على بعض التقارير في قضايا فساد مالية في نادي إنتر ميلانو من 2017 ل 2019، ولكن حتى الآن هي تحقيقات لم يتم اتهام الإنتر بعض الأشياء. الشرطة اقتحمت المقر، مقر التدريب لإنتر ميلانو، وأخذت بعض الملفات الهامة التي تخص رئيس النادي، ولكن حتى الآن لم يتم القبض على أحد كرئيس النادي كما حدث مع تشيرو فيرير رئيس سامبدوريا. لكن هناك أشياء كثيرة، ملف الفساد يحتاج أيام وشهور وسنين لكي نتحدث عنه، لكن الإنتر كل ما حدث فقط هو الاطلاع على بعض المستندات. أتمنى أن لا يحدث ذلك في الإنتر لأن هذا يؤثر علينا وعلى سمعة الكرة الإيطالية، وأنا أوجه الجميع في إيطاليا أن يتوقفوا بمثل هذه الأشياء. أنت كنت مدير رياضي سابق لنادي سامبدوريا الإيطالي، وكنت أعتقد كمان صديق مقرب من تشيرو فيريرو رئيس النادي اللي تم القبض عليه. يهمنا برضو نعرف منك آخر تطورات القضية. ما كي هي تشيرو فيريرو؟ سكوساتي كولو ديليكس سامبدوريا البريزيدنت. أنا كنت فقط المدير الرياضي لنادي سامبدوريا. تشيرو فيريرو براتيل تشيرو فيريرو مسؤول عن كل ما ماسيمو فيريرو هو مسؤول. ماسيمو فيريرو كوريتو سي 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 ماسيمو فيريرو. طيب خليني اروح وفي وسط كل الاخبار دي، هل تتوقع ان المنتخب الايطالي قادر من ناحيه على التاهل لكاس العالم، وانه الانديه الايطاليه قادره تستعيد توازنها وتنافس على القاب البطولات الاوروبيه؟ بالنسبة لمنتخب إيطاليا، إيطاليا قادرة على التأهل. لا يريد أن يتحدث في قضية ماسيمو فيريرو. برونتو. رئيس سامبدوريا. سي سي. لا سينتو مي. سينيور ساباتيني، السؤال إنه وسط كل الأزمات دي هل بتشوف المنتخب الإيطالي قادر على تجاوز عقبة البرتغال في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، وهل الأندية الإيطالية زي اليوفي والميلان والإنتر قادرين على ان هم من وجهه نظرك ينافسوا على البطولات الاوروبيه؟ عالم وماسيمو فيريرو لديه قضايا اهم خارج اطار نادي سامبدوريا. والتر ساباتيني المدير الرياضي لنادي روما ولاتسيو، ولاعب طبعا ونجم بارما وروما السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسه على شاشه الاهلي. خليني اروح مع حضراتكم، وانتم عارفين طبعا انه جماهير النادي الاهلي موجوده في كل مكان. اذا كنت بتتكلم على نادي عالمي انت مش بتتكلم بس على ألقاب وعلى بطولات. اللي حضراتكم شايفينه ده ملعب المباراة اللي هيستضيف مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ورجاء بكرة، واللحظات اللي جاية دي هتشهد وصول طبعا لاعبي النادي الأهلي للملعب لإجراء تدريبهم أو مرانهم الختامي استعدادا للقاء بكرة. الكلام مرة تانية الحقيقة على مش بس إنك لما بتتكلم عن نادي عالمي بتتكلم على نادي محقق ألقاب، خصوصا ألقاب دولية أو ألقاب قارية، والنادي الأهلي صاحب تاني أعلى رصيد على مستوى العالم كله، لكن كمان بتتكلم على طبعا ده وصول اللعيبه كهربا ربيعه. اطمنكم برضو بالمناسبه كل لعيبتنا ان شاء الله جاهزه، الاهلي لا يعاني من اي غيابات. احمد عبد القادر اطمنا عليه على مدار اليومين اللي فاتوا، ميكيسون وبدر بنون اثنين من بيتسو موسيماني رجل المواجهات الكبرى، واللي زي ما قلت لحضراتكم تقريبا يعني تجاوز وتخطى وتغلب على كل الكبار في افريقيا. نتمنى ان شاء الله بكره انه يكون انضمام الرجاء للقائمه. على سان داونز فاز، على الوداد المغربي فاز، على الترجي فاز، على كايزر تشيفز، على الزمالك المصري، اكبر انديه القاره الحقيقه لم يرحمها بيتسو موسيماني، وان شاء الله
يكون الدور على الرجاء. بكره مع كامل التقدير والاحترام طبعا في النهايه بتجمعنا روح رياضيه وبتجمعنا بيجمعنا الحقيقه احترام كبير جدا لكل الانديه وخصوصا طبعا انديه شمال افريقيا. زي ما قلت لكم قصه مش بس قصه القاب ومش قصه نجاحات ومش قصه بطولات، لكن قصه جماهير وشعبيه موجوده في كل مكان في العالم، والاهلي اينما حل واقفه في ظهره جماهيره. رابطه مشجعي الاهلي في قطر تحديدا الحقيقه قامت بدور كبير جدا في استقبال اللعيبه، ومحضرين عدد كبير من المفاجآت ان شاء الله في حضور جماهير ان شاء الله يكون قوي جدا ومؤثر جدا. دايما جماهير النادي الاهلي هي دايما اللاعب رقم واحد. احنا قابلناهم واجرينا معاهم حوار واجرينا معاهم لقاء على الحاجات اللي محضرينها ان شاء الله للاهلي بكره في مدرجات احمد بن علي. خلينا نشوف التفاصيل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. برحب بيك زميل العزيز احمد سمير، والتحيه والشكر ايضا موصول كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اجواء الحقيقه اكثر من رائعه وممتازه، وتحضيرات فنيه مميزه جدا للنادي الاهلي والبيتسو موسيماني ايضا كمان المدير الفني. ان شاء الله كل المجهودات تكلل بالنجاح يوم الاربعاء ان شاء الله في 8 مساء بتوقيت الدوحه، 7 مساء بتوقيت القاهره. الحقيقه يمكن الحاله اللي انا متواجد فيها زميل احمد حاله رائعه جدا، لان انا متواجد في وسط طبعا جمهور النادي الاهلي اللي احنا بناكد عليه وثقتنا كبيره جدا فيه. ان شاء الله يكونوا سر الفوز كعادته طبعا ان شاء الله في استاد احمد بن علي لاستقبال هذه المباراه. طبعا هناخد توقعات والحضور ونشوف الامور بالنسبه للتحضيرات الخاصه به، حضور طبعا الجمهور في المدرجات. ابدا معاك طبعا في البدايه، انا برحب بيكم وسعيد جدا الحقيقه ان انا متواجد معاكم في لحظات السوبر الافريقي وتحضيرات السوبر الافريقي. حابب تقولي الاول لفريق النادي الاهلي وشايف الجيم ازاي، وحطينا كده حابب تقولي لكل لعيبه النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه احنا واثقين في الفرقه كويس، ان شاء الله بيساعدونا دايما، ما بيقصروش، بيعملوا اللي عليهم وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يفرحونا، واحنا واثقين في فرقتنا واحنا وراها وين ما نكون. شايف سيناريو الجيم من وجهه نظرك ازاي؟ لا هو احنا طبعا احنا بنتمنى ان الاهلي يعمل جيم كويس ويبتدي طبعا ضاغط من الاول، دي تمنيات لينا كلنا، بس توقع صعب ان حد يتوقع. فريق الرجاء فريق محترم وليه جمهور فظيع طبعا دايما بتشوفه. لا احنا نتمنى ان الاهلي يضغط من الاول وان شاء الله بيتس ويكون مخطط كويس ويعمل شغل كويس تمام ان شاء الله، ونضغط من الاول ان شاء الله الفوز يعني ان شاء الله. يمكن اجواء مصر، انا شايف طبعا مصر، ويمكن اجواء مصر لسه مؤثره حتى هذه اللحظه طبعا، لان طبعا خلاص مصر والنادي الاهلي، النادي الاهلي وبيفرح الشعب المصري الحقيقه. قول لي الجيم شايفه ازاي، شايف النادي الاهلي تحضيره ازاي للمباراه الصعبه جدا؟ طبعا احنا ثقتنا في النادي الاهلي ملهاش حدود معروفه. انا ان شاء الله شايف الاهلي ان شاء الله هيفوز المباراه، ومتوقع ان شاء الله تكون النتيجه 3-1 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نرفع الكاس بمجهودكم ومساندتكم الكبيره كعادتكم طبعا كجمهور النادي الاهلي، والتحضيرات الحقيقه اللي بنشوفها في التدريبات مع بيتسو موسيماني. شايف المباراه ازاي، هتعملوا ايه في الاستاد، وقول لنا كده النهارده محضرين. احنا بنبدا من ايام ما المنتخب كان موجود هنا كنا بنستعد للموضوع كله، احنا برده كنا يعني موجودين مع المنتخب، فالحمد لله في حاجات كويسه جدا عاملينها. الاستقبال بتاع المطار الحمد لله طلع مشرف، التذاكر حجزنا 3000 تذكره للرابطه الثالثه شمال كلها، جت الساعه 1 بالليل حتى الان احنا بنطبع فيها وبنوزعها دلوقتي. الحمد لله دخلنا على الجمهور الثاني، يعني ملعب زاد بكتير، في حاجات كويسه جدا النهارده، في بروفا على الدخله هتبقى موجوده ان شاء الله مع الشباب اللي هم اللي نفذوها معايا. سر وجود الكابتن محمود الخطيب يعني قيمه كبيره جدا وليه مردود كبير على كل اللعيبه وعلى جمهور النادي الاهلي، شايف حضوره ازاي وشايف مساندته الكبيره ومسانده مجلس اداره النادي الاهلي ازاي؟ احنا طبعا شايفين كابتن بيبو ده حاجه كبيره جدا بيفتخر بيها اي اهلاوي في اي حته في العالم. احنا يمكن كنا محظوظين جدا هنا في قطر ان كابتن بيبو جالنا مرتين السنه دي، والحمد لله ان احنا كنا من الناس اللي اوائل الناس اللي استقبلناه في المطار، وعندنا حاجه كبيره جدا جدا ان كابتن بيبو، مش بس احنا كاهلاويه او احنا كمصريين، الناس هنا حتى الشعب القطري كله بيتكلم على كابتن الخطيب، حاجه كبيره جدا ان هو يكون موجود. فبالعكس دي حاجه مشرفانا جدا جدا، وان شاء الله تختم في ختام كويس ان نفوز بالبطوله باذن الله. يمكن نادي الاهلي ما يميزه ان احنا عندنا اكتر من قائد واكتر من كابتن الفريق، ودي مش موجوده في اي نادي الحقيقه. دورهم شايفه ازاي في المباراه، شايف النادي الاهلي وجوده في قطر ازاي، وكلمني على المباراه بتوقع لها ايه؟ نجوم النادي الاهلي كتير، كابتن عمرو السوليه، حارسنا العملاق، كلهم عاوزين حاجه واحده اساسيه غير ان الاهلي يكسب، في مسحه حزن للجماهير المصريه. بامانه من يوم السبت اول نقول عنوان في جميع الجاليه المصريه مفيش غيره يفرحنا الا النادي الاهلي، وبالتالي بعد ما طوينا صفحه المنتخب المصري كل جماهير المصريه بتحلم انها تطلع على كورنيش الدوحه تحتفل باعلام مصر رقم واحد ثم اعلام الاهلي رقم اثنين. حابب تقول للعيبه دوركم مهم جدا وموفرين كل الامور الحقيقه للنادي الاهلي هنا في فندق الاقامه، شايف المباراه ازاي، وحابب تقول للنادي الاهلي؟ والله انا حابب اقول للنادي الاهلي ان هم شرفونا، وان هم في يعني في قطر بالنسبه لهم هي بلدهم الثاني،
وان شاء الله باذن الله هينورونا وهيفرحوا كل المصريين، لان المصريين انتوا عارفين ان بعد المنتخب كل الناس مستنيه الفرحه، وانا متاكد 100% ان الامل عليهم. احنا هنا موفرين لهم كل حاجه وهم مبسوطين جدا معانا، وده ريفلكت باك او ده هينظر هيرجع لجميع الجماهير. زي ما احنا شايفين كل الجماهير دلوقتي في اللوبي مستنيين الاهلي، مستنيين اللعيبه يتصوروا معاهم، وان شاء الله احنا هنكون وراهم في الاستاد، وباذن الله الفوز للاهلي والجماهير المصريه تفرح والاهلي يستحق باذن الله. انا طبعا زميلي احمد هختم مع محمد الجزار طبعا برساله اخيره لكل لاعبتنا في النهايه قبل بقى لحظات من المباراه. محمد طبعا تقول لكل اللعيبه مع الروح الكبيره الحقيقه، وجمهور النادي الاهلي لما يسمع الكلام ده ولاعيبه النادي الاهلي هتموت نفسها في الملعب ان شاء الله. انا مستني منه ان هو يفرحني، هو لازم يفرحني زي ما هو عودني ان هو يفرحني. انا طول 90 دقيقه بدعمه في المدرج، مش ببطل خالص، اديله دعم صوت جمهور معنوي، وانا مطلوب منه ان هو يفرحني كالعاده. هو ما بزعلنيش ابدا، مفيش غيره بيفرحني اصلا، فانا مستني منه ان هو يفرحني. بشكر طبعا كل جمهورنا العظيم على الروح الكبيره جدا، هو ده جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عظيم، النادي الاهلي عظيم. ان شاء الله باذن الله في 90 دقيقه بنامل ان شاء الله تنتهي في 90 دقيقه بقيمه اللاعبين كلهم بخبراتهم الكبيره، وان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تفرح جمهورها وجمهور النادي الاهلي يملا شوارع مصر ويملا شوارع الدوحه بفرحه كبيره جدا بدخول السوبر الافريقي في دولاب بطولات النادي الاهلي. يمكن دي كانت لقاءاتنا زميلي العزيز احمد سمير مع جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي هنا في الدوحه، لكن مستمرين طبعا مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، بننقل كل الأخبار والكواليس الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الأفريقي. صانع السعادة والبهجة الأول للكرة المصرية النادي الأهلي عملاق أفريقيا الحقيقة. بكرة احنا يمكن دلوقتي وأنا بكلم حضراتكم على بعد 24 ساعة بالتمام والكمال من مواجهة منتظرة، مواجهة الكبيرين، كبير دوري الأبطال وكبير الكونفدرالية الأهلي المصري في مواجهة الرجاء في لقاء ينتظره الأهلاوية للتتويج بثامن سوبر إن شاء الله بإذن الله في تاريخ النادي الأهلي. مباراة طبعا صعبة بكل المقاييس، هنتكلم عليها دفاعا وهجوما. حللنا مع حضراتكم الرجاء على مدار الأسبوع وقدمنا لحضراتكم بروفايل كامل عن فريق الرجاء في نسخته الجديدة اللي هتواجه الأهلي بكرة. بنتكلم على مدير فني جديد، بنتكلم على 14 اسم جديد في صفوف الرجاء البيضاوي. بالتأكيد مواجهة تظل واحدة من أصعب المواجهات على الفرقتين، وإن شاء الله التوفيق يكون حالفنا بكرة. بيشرفنا النهاردة في تشكيل النادي الأهلي، هبتدي هجوما بما أنه هو الأقرب لي، كابتن أشرف ممدوح. مساء الخير يا كابتن أشرف. مساء الخير أحمد، منور الدنيا وبنسعد بيك دايما في السادسة. شكر جدا وسعيد دايما بوجودي معاك وأمام جمهور النادي الأهلي في كل مكان، وطبعا سعيد بوجود النجم أحمد عادل اللي هيقود الدفاع النهاردة كابتن أحمد عادل. منور الدنيا كابتن أحمد، دايما من الحلقات اللي أنا بستمتع بيها ومنور أنا معاك ومع كابتن أشرف. بنستمتع بيكوا دايما. خليني أدخل في اللقاء المنتظر، وقبل ما اتكلم على الكوره وقبل ما اتكلم على ماتش بكره هتكلم على ليله المباراه. بالتاكيد يعني على مستوى الاستعداد الفرقه كلها والتيم كله بيشتغل فتره طويله قبل الماتش، بس بيظل او تظل يوم ما قبل المباراه ده ليه حسابات ثانيه على مستوى الجماعي وعلى مستوى كل لاعب بيبقى مركز وبيفكر وشاغل باله هيعمل ايه بكره. فكلموني كده على الليله اللي بتسبق المواجهات الكبيره بالذات. صحيح، يعني هو احنا اتعودنا في النادي الاهلي ان دايما يكون القائد اللي هو انا بتكلم دلوقتي عن الشناوي، عن عمرو السوليه، اللعيبه الكبار اللي موجودين في وليد سليمان طبعا. وليد سليمان طبعا بيكون لهم دور كبير قوي في تجميع اللاعبين في قبل المباريات الحاسمه دي، خاصه لما تكون مباراه ببطوله. خلاص يعني مباراه 90 دقيقه ان شاء الله الاهلي يحسم هذه المباراه وهذه البطوله باذن الله، ولكن ليله المباراه فعلا اللعيبه الكبار في الفرقه بيفرقوا كتير جدا جدا في تجميع اللاعبين والتركيز الشديد جدا. تقدر تركز بقى في خلاص يعني فاضل كام ساعه عشان تقدر تاخد بطوله تحسمها للنادي الاهلي، وبالتالي بيكون لهم دور كبير جدا جدا. على المستوى الشخصي طبعا كل لاعب بيكون ليه زي ما قلت لك كده دايما احمد، كل لاعب ليه طريقه في التركيز. يعني احيانا بتشوف لاعب يركز بانه يخرج بره التنشنه او العصبيه فبيبتدي يهرج شويه، يبتدي يهزر شويه، ولكن معظم اللاعبين في مصر تحديدا بيكون التركيز هو انه موجود في غرفته يعني بيقرا قران او انه بيصلي او انه بينام بدري شويه، بيركز اكتر في المباراه بهذا الشكل. ولكن بالتاكيد كل مباراه بيكون ليها ده معظم اللاعبين في مصر، معظم اللاعبين في مصر كابتن احمد كان بيخرج يسهر غالبا. لا هو فعلا زي ما قال كابتن اشرف، فعلا طابع اللاعب المصري وخصوصا ان انت لما بتحطه في معسكر او بيبقى تحت سبوت معسكر، فخصوصا دي كانت حاجه ايجابيه بشوف النادي الاهلي عملها ان هو راح قبل المباراه باربع ايام بحيث ان هو يعيش الاجواء هناك وان هم يبقى
فعلا زي ما قال الكابتن اشرف ان في لعيبه كبيره عليها مسؤوليه، وخصوصا دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع حضرتك قبل كده، موضوع اوضه اللبس. اللعيبه الكبيره ليها دور كبير جدا ان هم يجمعوا اللعيبه، اللي بيغلب على المعسكرات دي قعد اللعيبه مع بعض. أيوة. التجمعات حتى ممكن تلاقي اللعيبه كلها قاعده في اوضه واحده متجمعين بيقروا قران او بيقربوا من بعض اكتر، وخصوصا تكلم في 3 أو 4 أيام دي كافيه ان اللعيبه تقرب من بعض، خصوصا في ليله المباراه. ليله المباراه اكيد كله بيبقى ملتزم في اوضه. اللعيبه زي ما قلت لحضرتك قبل كده عندهم مقاومات البطوله. أيوة. دي اللي مطمنه كل جماهير النادي الاهلي. هو كمان من حسن الحظ انه البطوله دي كانت بعد كاس العرب. يعني انت كنت بتتكلموا على دور اللعيبه الكبيره، والحقيقه مش بس اللعيبه الكبيره بحكم المشوار في النادي الاهلي، لكن حتى اللعيبه الكبيره بحكم المكانه. يعني عندنا اكتر من قائد، عندنا بدر بنون حقيقه يعني طبعاً. قدم دور رائع كقائد لمنتخب المغرب في البطوله جداً. علي معلول مع تونس نفس الحكايه. بتهيألي الخبرات والقدره على التعامل مع المواقف الصعبه ميزه من مميزات اغلب عناصر فرقه النادي الاهلي. صحيح. اصعب ليله مباراه مريتوا بيها في مشواركم على الاهلي كابتن احمد؟ انا بالنسبه لي كانت مباراه برشلونه. يمكن دي كانت المباراه اللي هي الاهم، وكانت في مقاويه النادي الاهلي، وخصوصا كنا هنلعب نجوم العالم. وفعلا زي ما قلت لحضرتك الطقوس اللي احنا كنا متعودين عليها او اللي متعود عليها ده الماتش اللي كابتن اينو كان بيشخط فيه في ليو ميسي لما وقع على الارض. لا ده في ويمبلي، لا ده الماتش اللي هنا في مصر. فعلا اللعيبه الكبيره كان ايامنا احنا كان موجود الحضري، موجود شادي محمد، وائل جمعه، بركات، مجموعه كبيره جدا، عماد النحاس. كانت مجموعه كبيره جدا عندهم صفات القائد. كنا متجمعين فعلا، بنتجمع بدري في الاوض، يمكن من الساعه 10 بنبقى في الاوض، من بعد العشاء على طول كل الاثنين بيبقوا ملتزمين في اوضهم. فدي السمه اللي بتبقى متغلبه على لعيبه النادي الاهلي او في المعسكرات بشكل عام، ودي بيدي تركيز اكبر. يعني زي ما قال الكابتن اشرف في بعض اللعيبه، يعني كان بركات على طول يحب يهرج يطلع من التنشن. في لعيبه ثانيه ما تحبش تهريج، يعني كابتن عماد النحاس ما كانش يحب التهريج. فكل لعيب خلاص هو وصل لمرحله بيبقى عارف ايه اللي بيفكه ايه وايه اللي بيبدا طبعاً. يركز فيه ايه. فهي دي بتفرق من لعيب للعيب، وفي نفس الوقت السمه اللي بتبقى في اللعيبه كلها هي حته احراز البطوله. فعلا مباراه من 90 دقيقه، لعيبه النادي الاهلي او اوضه اللبس اللي داخل النادي الاهلي، لعيبه عندها مقومات البطوله، في اكتر من قائد عندهم مسؤوليه، عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي كويس، عارفين قيمه البطوله كويس، وده اللي بيشتغلوا عليه اكيد في اوضه اللبس قبل ما بيشتغلوا عليه فنيا. صحيح. بيبقى اكيد في استعدادات على مستوى التيم، تمرينات، محاضرات، راجل بيتكلم، بيبقى في شرح للفرقه اللي هتواجهك، لكن بيتهيألي برضو كل واحد بيشتغل على اللعيب اللي هيلعب عليه. يعني اذا كان مهاجم فبيشتغل على انه ايه طبعا دي اللحظات اللي بيبدا فيها تمرين النادي الاهلي في ملعب المباراه، احمد بن علي في بن ريان. وكنت بكلم كابتن اشرف وكابتن احمد على انه ازاي كل واحد بيشتغل على الماتش بقى مع نفسه. يعني كابتن اشرف في الماتشات اللي من النوع ده بتشتغل انت ازاي لوحدك بعيدا عن تكليفات والمحاضرات وكل ده؟ بالتاكيد بتبقى حاجات اتكلمت فيها مع الجهاز الفني، لكن انت برضو اكيد بتدي لنفسك، بتحضر نفسك، بتفكر في المباراه قبل ما تحصل. كنت بتعمل ده ازاي؟ لا هو كمهاجم بالتاكيد انت بتشوف الاخطاء اللي بيقع فيها دايما الخط دفاع او الخط ظهر المنافس، بتشتغل اكتر، بتفرج كتير على خاصه لما يكون في مدير فني زي بيتسو موسوماني. اعتقد انه من الناس اللي بتشتغل بشكل كبير جدا جدا على المنافس، انه بيشوف اخطاء السلبيات والايجابيات اللي موجوده في الفريق المنافس، وبيخلي اللعيبه تشوف شرايط فيديو مباريات كتيره جدا للفريق المنافس عشان يعرف الراجل اللي هيلعب عليه ده عامل ازاي، بيشتغل ازاي، سرعاته عامله ازاي، قوته البدنيه عامله ازاي، اللياقه بتاعته عامله ازاي، كل الحاجات دي، الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الحال، الحاجات دي بتفرق كتير جدا. وعايز اقول لك ان ده في مصر من زمان جدا. يعني احمد عادل اكيد فاكر كابتن جوهري مثلا الله يرحمه، هو اعتقد ان هو صاحب المدرسه دي، صاحب المدرسه دي، انه تقدر تشتغل على الفريق المنافس، تشوف اخطائه، بتشوف مباريات كتيره جدا ليه عشان تقدر تشتغل عليها. بالتاكيد بالنسبه لي كمهاجم كنت بشوف كويس قوي المدافعين عاملين ازاي، خاصه انه احنا في الفتره اللي كنت بلعب فيها كنا بنلعب 2 مهاجمين. التحركات دي كانت بتفرق كتير جدا جدا، السويتش اللي كان بين الاثنين المهاجمين اللي قدام كان بيفرق كتير جدا، في خاصه لما يكون بيلعب عليك 2 مدافعين عندهم بطء شويه في الحركه، او الاستيعاب الذهني عندهم بيبقى بعيد شويه، فدي كانت بتفرق كتير جدا جدا في انك توصل للمرمى بسهوله. فبالتاكيد بتقدر تشتغل على ده لما بتشوف
بتشوف ده كتير وتشوفه قدامك كتير، بتتابعه من خلال مباريات او شرايط الفيديو، ده بيفرق كتير جدا الحقيقه. بمناسبه كلامكم ده خلينا انا برده يعني نفكر ناس انه دي تعتبر اول مواجهه كبيره هياخدها النادي الاهلي تحت قياده موسيماني طبعا في الموسم الجديد. صحيح. الموسم ده فيه اختلاف في شكل وطريقه اداء ومستوى النادي الاهلي اللي قدمه في الماتشين طبعا، يعني مع كامل احترام لتواضع مستوى المنافس في بدايه حرس الوطني بطل النيجر، والست ماتشات اللي احنا لعبناهم في بطوله الدوري الممتازه. كره الاهلي ممتعه، كره الاهلي هجوميه، قادر على التسجيل يعني في وفره كبيره جدا في الاهداف. لو رجعتكم للمواجهات الكبيره في الموسم الاخير هنلاقي انه كان في تباين شديد جدا في طريقه واسلوب لعب النادي الاهلي في المواجهات الكبرى. يعني لما تشوف طريقه لعب الاهلي قدام سان داونز تلاقيها مختلفه عن طريقه لعب الاهلي قدام الرجاء، تلاقيها مختلفه عن طريقه لعب قدام كايزر تشيفز. ما كانش في نمط واضح تقدر تقول، وده يمكن مرتبط بكلام كابتن اشرف انه بيتسو موسيماني بيعرف يقرا المنافس كويس قوي، يعرف يختار الطريقه الانسب. صحيح. تتوقعوا ان ده يحصل برده في مواجهه الرجاء بما انها اولى للمواجهات الكبرى، ولا الاهلي هيكمل بنفس الطريقه والاسلوب والمستوى اللي بدا بيه في بدايه الموسم؟ بص يا احمد، خلينا نتفق ان الراجل مش هيعمل كده لما ما يكون معاه القماشه اللعيبه اللي هو يقدر يشكلها زي ما هو عايز. انت عندك بعض اللعيبه او مجموعه اللعيبه اللي داخل النادي الاهلي بتبدا تحرك منها من هو داخل الملعب، ممكن لان في لعيب بعض اللعيبه بتلعب في اكتر من مركز. يمكن الطريقه اللي انا بشوف ان هي الافضل واللي هي بتبان في المباريات الكبيره ان انت ليك الاستحواذ زي طريقه 3 4 3 اللي الراجل عودنا عليها من اول الموسم وفي المباريات الكبيره زي ما حضرتك بتقول. يمكن اللي منجح الطريقه دي مجموعه اللعيبه معاك بشكل كبير جدا، اتكلمت مع حضرتك قبل كده على حمدي فتحي. حمدي فتحي منجح الطريقه بشكل كبير جدا كهجوميا او دفاعيا مع طرفين الملعب علي معلول واكرم توفيق، زي ما قلت لحضرتك بيعملوا الارتداد السريع فيبان ان انت بتدافع بخمسه بخمسه ومع ارتداد السولية واليو ديانج في نص الملعب اثنين فبتدافع بسبعه. فهنا ال 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 طرفين الملعب علي معلول واكرم توفيق هم اللي منجحين الطريقه بشكل كبير جدا، مع حمدي فتحي مع الزياده الهجوميه اللي بيعملها السولية وألي ديانج ورا خط الهجوم. مطمئنين ان فتحي شايلهم يعني حمدي شايلهم ورا. هو ده في حاله الهجوم هتلاقي حمدي قدام ايمن وقدام بدر بنون بيزق السولية واليو ومديهم حريه ان هم يروحوا للجون، يعني يكمل على الجون. السولية بيعملها كويس، أليو ديانج بيعملها كويس، بيروح وبيسدد. كنا شفنا مباراه الزمالك السولية راح عمل اسيست، وبنشوف أليو ديانج راح وشاط وجاب جول. ومع طرفين ملعب انا بشوف ان من اهم العناصر اللي بتنجح الطريقه دي هو علي معلول واكرم توفيق من طرفين الملعب، ودي سمه بتبقى في المباراه في الفرق الكبيره. انت بيبقى عندك اكتر من مفتاح لعب، مع طبعا قفشه في موجود في المكان دوت، ولو هيلعب بيرسي تاو وشريف ده انا بشوف ان ده التشكيل الاقرب للنادي الاهلي، وده اللي بيرجح كفه النادي الاهلي. وهنا اللي بيفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا هو فرض اسلوب اللعب. فرض اسلوب اللعب لما المجموعه دي بتنزل تفرض اسلوب لعبها على اي فريق من اول المباراه بياخدوا المبادره، فبيفرق بشكل كبير جدا مع ده النادي الاهلي. الرجاء يمكن داخل اللقاء ده مش عايز اقول هو بيعاني، بس خلينا نقول انها بالتاكيد حاجات هتاثر نوعا ما على الفرقه، لان احنا بنتكلم على انه بطل الكونفدراليه في الموسم الاخير تخلى عن اثنين يمكن من اهم اوراقه الهجوميه سفيان رحيمي بيما لونجو. نتكلم على عدد كبير جدا من الصفقات، 13 تقريبا او 14 صفقه مش متذكر يعني الرقم بالظبط. بنتكلم على مدير فني جديد يمكن تولى المسؤوليه للفريق في ثلاث او اربع مباريات. هل تتوقع انه الحاجات دي ممكن تبقى مؤثره في لقاء بكره، ولا الامور دي كلها خارج الحسابات كابتن اشرف؟ لا بالتاكيد بتبقى داخل حسابات، ولكن خلينا متفقين ان الرجاء المغربي فريق من الفرق الكبيره في افريقيا، يعني من افضل الفرق اللي موجوده، وتقريبا في 2010 او 2013 كان مصنف عالميا فريق رقم 10 في العالم يعني، وبالتالي من الفرق الكبيره في افريقيا يعني. أيه. على مستوى فضيه بطوله كاس عالم انديه قبل كده طبعا، وصل الفاينل اعتقد، وصل الفاينل وخد فضيه، وبالتالي من الفرق الكبيره اللي يعني تقدر تقول انه يعني الامور دي حتى لو اثرت مش هتاثر بشكل كبير عليهم. اللي بيفرق دايما معانا احمد في المباريات الكبيره دي هو حاله اللاعبين، حاله لاعبي النادي الاهلي، ودايما بنقول انه النادي الاهلي في البطولات اللي هي مباراه ببطوله دي النادي الاهلي دايما بيكون موجود، دايما لعبتنا رجاله، دايما لعبتنا عندنا الثقه الكامله فيهم ان هم مركزين بشكل كبير جدا جدا، يعني اعتقد انه بنسبه 1% يعني بيخذلونا في مباريات، ولكن
دائما وابدا النادي الاهلي موجود ودائما النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا، خاصه لما تبقى المباراه بتعني بطوله. بتاكيد الحاجات اللي قلت عليها او المباريات اللي قلت عليها، الاسباب اللي قلت عليها ممكن تاثر بشكل كبير على الرجاء، ولكن الرجاء اعتقد انهم مركزين بشكل كبير جدا في مباراه بكره. هتكون مباراه صعبه جدا ومحتاجه تركيز كبير جدا، وهاخد من كلامك كلام احمد انه بيتسو موسيماني عنده دايما الحلول، لانه دايما بيسبق بخطوه شويه في التفكير، انه دايما بيدرس المنافس عامل ازاي، حالته دلوقتي عامله ازاي، بيشتغل على المنافس بشكل كبير جدا جدا. الميزه الكبيره جدا جدا هذا الموسم في النادي الاهلي هي وفره اللاعبين، الخامات اللي اتكلم عنها احمد او خامات اللاعبين الموجوده، وفره اللاعبين في كل مركز، كمان الحاله الفنيه اللي وصلوا ليها والذهنيه بعد 6 أو 8 مباريات اعتقد خاضها النادي الاهلي، سواء 2 في افريقيا و6 في الدوري. في الدوري كمان اللاعبين الدوليين الحمد لله وصلوا لمستوى فني عالي جدا جدا، سواء السوليه او شريف او اكرم او ايمن اشرف، يمكن ان شاء الله يعني يكون ان شاء الله جاهز للمباراه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وبالتالي قفشه كمان يعني الحمد لله، بنون كمان وعلي معلول ظهروا بمستوى مميز جدا جدا في البطوله، وبالتالي الحمد لله انت عندك جاهزيه كبيره جدا جدا فنيه وذهنيه وبدنيه للاعبي النادي الاهلي. التركيز والاستعداد والروح القتاليه العاليه موجوده داخل النادي الاهلي. يبقى هو حاله لاعبي النادي الاهلي بكره ان شاء الله، ودي ان شاء الله ان شاء الله احنا عندنا ثقه كامله فيهم انها تبقى موجوده بشكل كبير. طيب ان شاء الله هكلمكم عن سيناريو المباراه. يعني يمكن النقطه اللي قالها كابتن اشرف هي النقطه الوحيده اللي بتعكس، مش عايز اقول خوف، تخوف، خلينا نقول تخوف كده شويه من الماتشات دي، اللي ممكن جدا بالتاكيد رغم كل الظروف اللي احنا اتكلمنا عليها فرقه الرجاء بالتاكيد عنده طموح ان يخطف ماتش بكره، وماتشات البطوله الواحده دي دايما مبقاش ليها امان. يعني واحنا لينا تجربه لسه في السوبر المصري طبعا، صحيح. يعني كل المعطيات، كل الارقام، كل حاجه بتصب في خانتك وفي مصلحتك، لكن من الوارد جدا السيناريو يبقى على عكس المتوقع يعني. فخليني اسالكم، الجيم بكره هيتلعب ازاي؟ مارك فيلموتس ممكن يكون بيفكر ازاي في مواجهه الاهلي، وعارف انه الاهلي في بيمر بافضل فتراته على كل المستويات، محليا انت علامه كامله، اغلب قوام الفريق جاي من بطوله قويه جدا، بطوله كاس العرب، كلهم كانوا بيشاركوا في الماتشات وتالقوا بشكل كبير جدا. السيناريو يبقى سيناريو متحفظ من الرجاء، الاهلي يبادر بالهجوم، مباراه متوقعينها مفتوحه، ولا السيناريو قد يكون يعني متحفظ بشكل كبير؟ لا، خلينا نتفق يا استاذ احمد ان المباريات دي بتعتمد اكتر من فني على الحماس، على الحماس والقوة البدنيه والضغط في جميع انحاء الملعب. لكن هنا انا بشوف ان اي فريق هيلاعب النادي الاهلي هو يواجه صعوبه كبيره جدا، وخصوصا بنتكلم في 6 أو 7 مفاتيح لعب للنادي الاهلي، من ضمنهم طرفين الملعب زي سواء قفشه وشريف وبيرسي تاو. فهنا انا مع ان مستر موسيماني ان هو ينزل يفرض اسلوب لعبه، ينزل يبدا يبادر بالهجوم، يبدا يضغط، ياخد حساسيه اللعب في الاول، ياخد حساسيه اللعب. وممكن في بعض الاوقات مستر موسيماني بيدي الاستحواذ لفريق تاني، بيدي الاستحواذ لفريق تاني، ده مش معنى النادي الاهلي بيدافع، لكن بيدي له الاستحواذ بحيث ان هو يقفل المساحات بشكل جيد. في نفس الوقت اللعيبه بتبقى منظمه بشكل جيد في الحاله الدفاعيه مع تقارب الخطوط، سواء في على مستوى الدفاع او في نص الملعب. هنا ما يميز النادي الاهلي هو تقارب الخطوط، تقارب الخطوط في الناحيه الدفاعيه وفي الناحيه الهجوميه، وهنا حلقه الوصل او اللي بيتحكم في ريتم اللعبه هو قفشه. قفشه بيتحكم في ريتم اللعبه، وخصوصا انت لما بنتكلم عن النادي الاهلي او العناصر اللي داخل النادي الاهلي هي كتاب مفتوح على مستوى افريقيا كله. ومعروف النادي الاهلي بيهاجم ازاي وبيلعب ازاي، لكن في بعض الاوقات قفشه هو بقول لحضرتك محور اللعب، لان هو اللي بيتحكم في ريتم اللعب، هو اللي بيقدر يوصلك الجون، هو حلقه الوصل بين نص الملعب وخط الفيرود. مع الزياده العدديه اللي بيعملها علي معلول واكرم توفيق من على طرفين الملعب، طيب. فهنا هتلاقي حوالي 6 أو 7 مفاتيح لعب صعبه على اي فريق ان هو يقدر يقفل الخطوره الهجوميه دي. طيب عن التشكيل خلينا اسمع رايكم، خصوصا انه في بعض المراكز يمكن تكون مش محسومه لغايه اللحظه لاكثر من سبب، بس خلينا اسمع رايكم في التشكيل الامثل، وخصوصا في خط الهجوم اللي يمكن يكون محير بالنسبه لجمهور النادي الاهلي شويه. يعني اغلب المراكز تقريبا معروفه، لكن خط الهجوم والطريقه اللي هيلعب بيها مستر موسيماني بتفرض اسماء بعينها. عايز اسمع راي كابتن اشرف ممدوح وكابتن احمد عادل، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل اخير ونرجع لحضراتكم في السادسه. مره ثانيه اهلا بحضراتكم، واحنا كنا بنتكلم يعني في وقت الفاصل الحقيقه جت سيره المنتخب والاداء بتاع المنتخب في بطوله
كاس العرب. وكان يهمني الحقيقه برضو يعني طبعا الحدث الاهم واخدنا شويه، بس برضو في وجود كابتن اشرف وكابتن احمد يهمنا نسمع انطباعاتهم كده عن اداء المنتخب في بطوله كاس العرب، وهل شايف انه المستوى اللي ظهر بيه اختراعات او ابتكارات مستر كارلوس كيروش مع لعبتنا تحديدا يعني ممكن يكون ليها تاثير في ماتش بكره، ولا كاس العرب بطوله او قصه وانتهت بالنسبه للاعبتنا؟ لا في الحقيقه يعني الانطباعات سيئه جدا، يعني انا مستاء جدا جدا الحقيقه من مستر كروش، لانه في حاجات بديهيه يعني في كره القدم، في حاجات بديهيه يعني ما فيهاش افتكاسات ولا اختراعات زي ما انت قلت يا احمد، ولا يعني كره القدم فيها ممكن واحد يخرج شويه عن الطبيعي لاعب يعني، فتلاقيه تالق بشكل كبير جدا عن الطبيعي، ولكن المدير الفني مثلا بنتكلم عن بيتسو موسوميني مثلا او كابتن حسن شحاته او اي حد من المديرين الفنيين اللي بنتكلم عنهم بيشتغلوا بطريقه طبيعيه، توظيف اللاعبين حاجه بديهيه جدا يعني لما يبقى عندي مثلا احمد عادل انا عارف امكانيات احمد عادل ايه، عارف يقدر يؤدي لي الدور ازاي، ما ينفعش اوظفه في مكان تاني تماما وادي له دور مختلف عن الدور اللي بيأديه طول الوقت. أيوة. فدي حاجات بديهيه في كره القدم. ومن حقك برضو خليني اقول كابتن اشرف من حقك تجرب، بس اذا اثبتت التجربه فشلها عليك انك انت يعني ترجع عنها، ما يبقاش في اصرار على اصرار يعني. شوف هو احنا اتعودنا هنا في مصر على جدا جدا، انا شايف ان كل المديرين الفنيين البرتغاليين تحديدا عندهم عند غير طبيعي يعني. أي. يعني كان مستر مانو جوزيه كان عنادي بشكل كبير جدا جدا رغم ان قراراته كانت، ولكن كانت الظروف كلها مهيئه انه يعني وينجح. هو قادر على ده يعني لانه عنده البدائل الكتيره جدا يقدر يعني يالف زي ما بنقول يعني. مورينيو على مستوى العالم نفس الكلام، بتكلم على مين مدرب فينجادا كان نفس الكلام عنده نفس العند ده، ولكن ما ينفعش يبقى عندي منتخب مصر بطوله قويه جدا داخلا يعني بعد 10 ايام ولا 20 يوم، مفترض اني بجهز لعيبتي بشكل كبير جدا جدا في بطوله مهمه زي بطوله العرب. انا شايف انها بطوله قويه صحيح فيها معظمها محليين، ولكن كانت بطوله قويه تقدر تجهز فيها لعيبه كويسه جدا، قدرت تخرج مثلا بلاعب او اتنين زي احمد رفعت، حسين فيصل ممكن يكملوا مع منتخب مصر ان شاء الله الفتره الجايه. حسين بره حسين بره حسين بره، ولكن عمر كمال برضو أو عمر كمال عمر يعني كمال طبعا اللي طبعا ممكن طبعا تكمل معنا. ولكن كان لابد انه يستفيد يعني مش طبيعي اللي حصل في بطوله كاس العرب من مستر كروش، لا التغييرات سليمه ولا بدايه المباراه في التشكيل سليمه ولا الكاتشانه داخل الملعب. الكوتش خلي بالك مش بس او المدير الفني مش بس هو بالعكس اختيارات بس يعني انت الكاتشانه اللي بنتكلم عنها مع بيتسو موسوميني انه اثناء المباراه بيشوف الاخطاء فين، السلبيات يقدر يشتغل عليها، الايجابيات الفريق المنافس يقدر يقفلها في يعرف يعدل ده ما بيحصلش ده ما بيحصلش مع مستر كروش الحقيقه. في اخطاء كتيره جدا جدا جدا، انا شخصيا اتمنى ان يكون في قرار برحيله ووجود مدير فني قادم. خلي بالك انا دايما مع الاستقرار صعب جدا في التوقيت ده كابتن اشرف، اعتقد انك عمرك ما سمعتني بتكلم عن ان مدير فني يرحل في توقيت، ولكن اثناء يعني اثناء ما انت ماشي، ولكن التوقيت ده اعتقد انه صعب جدا جدا كروش بهذه الافتكاسات اللي بيعملها في منتخب مصر، انه يكمل مع منتخب مصر نقدر نحقق حاجه في بطوله امم افريقيا، خاصه عندنا بطوله افريقيا وراها على طول في شهر 3 المباراتين الفصلتين لكاس العالم. فانت بتتكلم في مرحله حاسمه جدا 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 لمنتخب مصر الفتره اللي جايه، لو ما كانش في حد عنده الهدوء وعنده الاختيارات السليمه وعنده انه يقدر يكاتشن داخل الملعب او يقدر يتعامل داخل الملعب بهدوء وبثقه كبيره جدا في لعيبته، لا يعني اعتقد ان المواضيع صعبه جدا جدا الحقيقه مع مستر كوش. انا اتمنى شخصيا انه يرحل في هذا التوقيت ويكون في مدير فني اجنبي او مصري يقدر يتعامل الفتره الجايه مع منتخب مصر، بحيث ان نقدر نحاول باذن الله تعالى ان يعني بطوله افريقيا نوصل فيها لابعد مسافه، او على الاقل ان شاء الله يعني ان شاء الله نوصل الفاينل حتى يعني ونوصل لكاس عالم ان شاء الله في المباراتين الفاصلتين. احب اطمنك غالبا يعني مستر كيروش مكمل افتكاسات لا تغييرات غريبه جدا الحقيقه. بعيدا عن الكوره والفنيات والخطه والتشكيل والتغيير، انا عايز اخد رايكم في حاجه وبحسها دايما مع اللعيب المصري، قدره المدير الفني على انه يحسس ولاده فرقته يعني انه قائد وانه قادر يشحن بطارياتك وانه قادر يقراك وانه قادر يطلع احسن ما عندك ويحفزك طول الوقت. هل شايفين انه مستر كيروش بيعمل ده مع لعيبه منتخب مصر اطلاقا؟ لا بس كانت الرؤيه واضحه من بدايه اختياراته لبطوله العرب. بطوله العرب ان هو مختار حوالي 10 لعيبه او عفوا
او 12 لعيب هم جداد على منتخب مصر. وقبلها احمد لما استبعد شريف وقفشه، ما هي دي كانت من ضمن الحاجات الغريبه يعني، استبعد شريف وقفشه، لكن الراجل شكله ليه منظور غير كلنا كمصريين، ان هو شايف ان هو بيعمل منتخب جديد لمنتخب مصر او لعيبه لسه وجوه جديده. لكن في بعض الاوقات زي ما قال الكابتن اشرف ان انت بتحط لعيبه مش في مراكزها، لعيبه اول مره تادي في المركز ده وبتطلب منها ان هي تدي 100%. لكن في بعض الاوقات لازم ما نبصش يعني نبص لنص الكوبايه المليان، اللي هو اللعيبه عامل جيل جديد لمنتخب مصر، لكن لعيبه لسه يعني رفعت لسه عمر كمال هم ادوا بشكل جيد، مصطفى فتحي، في لعيبه كتير ادت بشكل جيد، لكن استغلوا الفرصه اللي جات لهم. من ضمن يعني المشاكل برضو ان انت بتلعب شريف مش في مركزه وبتطلب منه ان هو يدي ال 100% بتاعته، لكن شريف على طول الموسم مع النادي الاهلي وبيقدر يحرز اهداف وهو بيلعب فروت صريح، لكن اصراره على مروان حمدي في كل المباريات ده برضو كان لغز، ان انت طب ما بعض الاوقات ولازم في نفس الوقت انا لازم لما هاجي العب اللاعب لسه هيلعب او بقاله ماتشين ما بيلعبش او ما بياخدش بصوره جيده، لازم اهيئه نفسيا ومعنويا ان هو هيلعب، لكن ما ينفعش افاجئه يوم المباراه ان هو هيبدا. لكن دي بقى انا بشوف انها بعض السلبيات، لكن من منظور الراجل او من اختيارات الراجل من بدايه البطوله هو مش حاطط اعتماده ان هو ياخد البطوله على قد ما حاطط اعتماده ان هو يدخل عناصر جديده لمنتخب مصر، بحيث ان القاعده على مستوى مصر قبل كده انت كنت بتختار من 20 او 25 لعيب على مستوى مصر بيتلخصوا في اهلي وزمالك واسماعيلي وانبي، لكن دلوقتي القاعده ممكن تكون وسعت شويه ان انت بتختار من 40 او 50 لعيب، ومع في بعض الاوقات اما بتشوف استبعاد طارق حامد من ال 40 من ال 40 برضه دي يعني برضو حاجه عندي يعني مش طبيعي برضه. لكن الراجل ليه منظور خلاص زي ما قال الكابتن اشرف كل المدربين البرتغاليين كده عايزين بس نشوف معاه من نفس المنظور يعني هو يحاول ياخدنا معاه كده يقول لنا المنظور بتاعه ايه. احنا مش عارف احنا عايزين نطمن على المنتخب بس الناس كلها قلقانه بصراحه هم عناديين جدا يعني المدربين البرتغاليين عناديين جدا وده واصل للناس ان هو عندي لكن في عند في المصلحه العامه وفي عند في المصلحه يعني مستر مانويل جوزيه بنتكلم عن مستر مانويل جوزيه كان بيعاند في المصلحه العامه المصلحه العامه بتقول ان انا اخد البطوله المصلحه العامه بتقول انا قاعد ابو تريكه والعب مثلا بركات قاعد حد لكن انت معاك 25 لعيب على نفس المستوى على نفس الكفاءه لكن في منتخب مصر انت معاكش نفس اللعيبه او ال 25 لعيب مش بنفس الكفاءه انت عندك فروق فرديه بشكل كبير جدا اتمنى عوده صلاح والنني والقوام الاساسي لمنتخب مصر اتمنى يا رب ويخذلنا كلنا على المستوى اللي احنا شفناه ان احنا نقدر نحقق كاس افريقيا ونوصل كاس عالم امين ان شاء الله يعني نوصل كاس العالم بس يعني نوصل كاس عالم ده هدفنا لا وكمان يعني افريقيا ليه لا يعني منتخب وأنا مصر وانا شايف انه الجيل ده يعني اغلبه لو ما قدرش يوصل كاس العالم هيبقى صعب يلحق كاس العالم اللي جاي وشايف انه الولاد الحقيقه يعني الكوره النهارده في مصر تخلصت من كل المشكلات اللي عانت منها في ال10 سنين الاخيره وبقى عندك بطوله محليه مستقره وقويه بقى عندك عناصر الاولمبي بقى والحقيقه عناصر مبشره جدا وعندك الصغار الصغيرين اللي كانوا صغيرين زمان كبروا بقوا يعني اسماء كبيره فاذا ما كانش دلوقتي توصل كاس العالم هو السؤال هتوصل امتى. هرجع بقى لسؤالي اللي قلته قبل الفاصل المنتخب خدنا شويه نرجع تاني لمواجهه بكره يعني التشكيل لو سالت 90% من الاهلاويه هيقول لك تشكيل ماتش الاهلي بكره وبيتسو موسيماني هيراهن على مين. الكلام على ايمن اشرف بس هو جاهز طبعا وبيشارك واحنا شفناه في التمرين بس بعيد بقاله فتره يلعب او يعني يبقى مساك جنب بدر بنون ولا تشوفوا انه لا ما نعتمدش على ايمن بكره والاثنين اللي هيكونوا قدام جنب قفشه في رؤيه بتقول لك الافضل حسب قرايه الرجاء يعني انه يبقى على اليمين بيرسي تاو وشريف مهاجم صريح او يبقى حسين الشحات وبيرسي تاو يلعب مهاجم صريح اي السيناريوهين اقرب من وجهه نظركم؟ طب خليني اكلمكم بس في حته الاستحواذ لان أوكي. انا عندي ثقه كامله ان موسيماني مستر موسيماني بكره مش هيسيب الاستحواذ للرجاء لانه النادي الاهلي وصل لفورمه لو فاكر احنا اتكلمنا في الخمس ست مباريات اللي خاضهم النادي الاهلي في الدوري الموضوع اتغير تماما يعني النادي الاهلي بقى فيه شكل للاداء بقى فيه استحواذ داخل الملعب السيناريوهات مثلا
لو افتكرنا ماتش سان داونز هنا في القاهره مش ممكن يتلعب مثلا في مباراه زي دي. اعتقد انه صعب جدا. النادي الاهلي بقى قادر ان في شكل الاداء في نواحي خططيه تكتيكيه شويه لموسيميني يعني بقى في شكل. الراجل اختلف السنه دي اختلف جدا جدا. هو مش بس السكواد اللي معاه اختلفت لكن كمان هو الراجل كمان يعني ابتدى يحط بصمته او بصمته بدات تظهر بشكل اوضح من السنه اللي فاتت. انا اكدت لك ان موسيميني مع الخامات او اللاعبين اللي ممكن يضمهم باختياراته هو شكل وطريقه لعب النادي الاهلي هتختلف لان ده الطبيعي اللي بيحصل. يعني موسيميني فرق كتير جدا 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 في مستوى صن داونز على مستوى الاداء والنتائج. الشكل ده وشكل الاداء كانت محتاج شويه تدعيمات زي ما قلنا، وقلنا ان ده هيفرق كتير جدا في الموسم الجديد. واعتقد بشكل كبير انه مستحيل انه بكره يسيب الاستحواذ للرجاء لان الرجاء رغم المشاكل الكتيره اللي اتكلمت عنها احمد ولكن في خطوره شويه في انك تسيب له الاستحواذ في وسط الملعب خاصه ان عنده سرعات في الخط الامامي. التشكيل اعتقد انه مش هنبعد كتير عن التشكيل اللي يمكن الخلاف بس اذا كنا قلنا جنب بدر بانون هيكون ايمن اشرف او رامي ربيعه او ياسر ابراهيم. اعتقد لو ايمن اشرف جاهز بنسبه 100% يبقى ايمن اشرف بالتاكيد هو اللي هيلعب بالتاكيد لو جاهز 100%. رامي ربيعه او ياسر ابراهيم الاثنين مش هيفرقوا كتير معايا الاثنين مستوى واحد والاثنين جيدين ولكن ممكن ايمن اشرف يفرق شويه لان زي ما قلت لك في فكره السرعات وجاهزيه ايمن اشرف بكره هتفرق كتير جدا جدا مع بدر بانون. بالتاكيد اكرم توفيق وعلي معلول الطرفين حمدي والسوليه وديانج. انا شايف الخط الامامي لازم يكون موجود بيرستا ولازم يكون موجود محمد شريف ولازم يكون موجود كمان افشه. الثلاثه في الخط الهجومي هيفرقوا كتير جدا مش هيخلي فيه زيادات كتيره للخط الخط الظهر للرجاء لان زي ما قلنا انه عنده كمان مروان هدهودي ده في خط الظهر من الناس اللي بتزيد ومن الناس اللي بتجيب اهداف كتيره كمان مع الرجاء. يعني هو تقريبا تاني هداف للرجاء احرز 3 اهداف في بطوله الدوري وبالتالي من الناس اللي بتزيد بكره كويس او يبقى عندها زيادات مع الخط الوسط وخط الهجومي. وجود شريف وجود قفشه وجود بيرستاو في الناحيه الهجوميه النادي الاهلي يفيد كتير جدا جدا مع الطرفين وهيمنع بشكل كبير جدا جدا الزيادات اللي هتيجي علينا من تحت. مع سيناريو كابتن اشرف ولا ليك راي تاني؟ لا انا بشوف ان ايمن لو مش هيلعب ده ممكن الراجل يغير في خطه لعبه. يغير في خطه لعبه بدل ما يلعب 3 4 3 انا بشوف ان لان ايمن في 3 4 3 هو اللي بيعمل التغطيه ورا علي معلول على طول. ايوه. مع انضمام الناحيه العكسيه لاكرم توفيق لكن في حاله غياب ايمن ممكن يلعب بياسر ابراهيم يا رامي ربيعه. وهنا هيدي مهام مش هجوميه بشكل كبير جدا لعلي معلول لعلي ممكن يرجع علي ورا شويه ده بيتوقف برضه على حاله جاهزيه ايمن. وفي نفس الوقت انا بتفق طبعا مع كابتن اشرف ان لازم ولابد من التواجد الهجومي لقفشه وشريف وبيرستاو وخصوصا ان هنا وصلوا لمرحله الكيمياء اللي بينهم وبين بعض قرايه اللعب بينهم وبين بعض هنا في انسجام بشكل كبير جدا للثلاثه الهجوميين دول. اهم اوراق عايز اقول حاجه ثانيه كابتن؟ لا تمام. اهم اوراق رابحه من وجهه نظركم ابتدي بكابتن احمد هيشيلها مستر موسيماني جنبه على مقاعد البدلاء يعني مين ومين تراهنوا عليه ممكن يكون ليه دور حاسم في مباراه بكره؟ انا بشوف عبد القادر احمد عبد القادر ممكن يبقى تغييره كويسه تغييره جيده. بشوف حسام حسن ممكن يبقى تغييره جيده لو بحس ان هو ممكن يلعب باثنين فروي ممكن يلعب بشريف وحسام في بعض من الاوقات حسب سيناريو المباراه. ايوه. لكن انا بشوف ان دول اهم اثنين عبد القادر وحسام حسن. تمام. كابتن اشرف مع احمد طبعا وبضم له او بضم حسين الشحات وعمار حمدي في المباريات اللي زي دي بتفرق قوي صاحب القرار داخل الملعب يعني صاحب المهاره بيكون دايما صاحب قرار داخل الملعب. وبالتالي عمار يعني اتمنى يكون موجود انا مش عارف هو هيبقى موجود بكره ولا لا بس يعني اتمنى لسه نشوف ولكن حسين الشحات كمان من الناس اللي هتفرق كتير جدا جدا اعتقد ان شاء الله تغييرته بكره مباراه تحتمل مفاجات يعني ممكن نلاقي بكره مفاجاه في التشكيل او في الطريقه
لا انا اعتقد صعب. لا صعب صعب لانه يعني لو فاكر احمد من شويه قال لك النادي الاهلي خلاص بقى معروف في افريقيا كلها انه التشكيل اللي موجود رغم ان بيبقى في روتيشن شويه في بعض المراكز ولكن في المباريات الكبيره خلاص التشكيل بيبقى موجود بشكل ثابت. احنا قلنا اسماء ال11 واسماء الاوراق اللي ممكن انتوا شخصيا شايفين انه مستر موسيماني يراهن عليها. لكن انت لو بصيت للاوراق اللي بره النادي الاهلي ودي بقى يهمني اسمع مش خلاص تجربتكم يعني مع النادي الاهلي. انت بتتكلم على اسماء حتى الجمهور مراهن عليها ونفسه يشوفها منهم مثلا زي ما قال كابتن اشرف دلوقتي عمار حمدي عندك عمار حمدي عندك لويس ميكسوني عندك طاهر عندك كهربا مع الشحات ومع وليد كل دي اسماء ازاي هم بشكل شخصي وازاي مستر بيتشو موسيماني يبقى محافظ على الطاقه على البوزيتيف انرجي اللي موجوده كل لاعب عنده رغبه في اثبات ذاته كل واحد عايز يكسب مكانه في التشكيل الاساسي ورغم صعوبة المنافسة لأن كل واحد لازم يبقى جاهز لما تيجي الفرصة زي ما بيقول جات الفرصة الأكرم استغلها أفضل استغلال جات على مستوى المنتخب جات الفرصة رفعت استغلها إزاي الواحد إزاي المدير الفني يحافظ على البطاريات دي مشحونة والناس عارفة أنها ممكن ما يكونش عندها فرصة المشاركة كأساسي لكن لما يحتاجهم يلاقيهم وإزاي هم بينهم وبين بعضهم يبقوا جاهزين لو الفرصة جات يعرفوا يعني يستغلوها ويتمسكوا بيها بأفضل شكل. بص يا استاذ احمد زي ما بنتكلم على مستر موسيماني فنيا وان هو بيقرا الجيم كويس وان هو بيعمل تغييرات كويسه او بيبدا بتشكيل كويس او بيعرف نقط القوه والضعف في الفرق الثانيه لكن ما يميز مستر موسيماني هو كيفيه التعامل مع اللعيبه اللي بره مع اللعيبه اللي بره وخصوصا انت لما بتلاقي 25 نجم ده بيسبب عليك مشاكل كبيره جدا طبعا ده لود على اوضه اللبس عنيف طبعا انت 11 و5 تغيير وهما 18 سكور لكن انا بشوف ان اي حد موجود داخل قائمه النادي الاهلي هو جدير انه هيلعب لكن الحاله اللي موجوده داخل اوضه اللبس الحاله اللي عاملها الجهاز الفني بقياده مستر موسيماني ان هو مهيئ كل اللعيبه حتى ان انا اتوقعه اللي هو حتى بره اللي بره ال 18 ان هو مهيئه ان هو ممكن يبقى ليه دور وان هو يبقى موجود لكن هنا مستر موسيماني لازم يبقى مثبت تشكيل لازم يثبت تشكيل عنده القوام الاساسي بيعتمد عليه واللعيبه كبيره عندها من المسؤوليه ومن ان هي موجوده داخل النادي الاهلي مع احترامي لجميع انديه مصر ان اللعيب داخل النادي الاهلي حتى اللي بره خالص حتى اللي بيقعد احتياطي مش صفته ان هو يعمل مشكله يعمل مشكله عشان هو ما بيلعبش لكن في الغرف المغلقه ودي اللي بيقوم عليها بيقوم بالدور ده بشكل كبير جدا كابتن سعد عبد الحفيظ ان داخل الغرف المغلقه اي مشاكل بتنصهر داخل الفريق لكن اللعيبه قبل ما يكون المدير الفني حاطط اعتماده ان مين هيلعب او مين مش هيلعب هي اللعيبه عندها ثقافه ان انا ممكن العب ممكن ما العبش وفي نفس الوقت هي المصلحه العامه والبطوله بتنسب لجميع اللعيبه بتنسب للجهاز الفني وبتنسب لمجلس الاداره فهنا ثقافه اللعيبه ان هو يقعد احتياطي او ثقافه اللعيبه ان هو يبقى موجود بره خالص دي موجوده في القوام بتاع النادي الاهلي اللي هو ما يملك المقومات بتاعه البطوله دي من ضمن مقومات البطوله ودي اللي متوفره داخل الفرقه اكيد. طيب هكلمكم شويه في قرايه فرقه الرجاء بشكل مختلف بالارقام يعني. الرجاء في 13 مباراه لعبها حط او احرز 18 هدف واستقبل 10 اهداف والملاحظ ان 29% من اهدافه حطها في النص الساعه الاولى من المباراه و29% من اهدافه حطها في الربع الساعه الاخيره من المباراه دلالات ده ايه وازاي مستر موسيماني ممكن يستغل الارقام دي من الناحيه الدفاعيه بتاكيد يعني تقريبا بمعدل الهدف كل مباراه او يعني اقل من الهدف اقل من الهدف دخل ولكن عدد كبير من الاهداف يدخل مرمى ما انت فاكر لو كنا بنتكلم على النادي الاهلي دخل مرمانا تقريبا في موسم تقريبا 12 او 13 هدف 8 اهداف كانت بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا جدا حال الفرق الكبيره انه دايما بتحافظ على انه ما بيدخلش مرماك اهداف انت كمان الموسم دخل فينا 27 هدف حاجه كده 27 هدف ده الموسم فموسم كامل يعني فانت بتتكلم في 13 مباراه دخل مرماهم 10 اهداف ده معناه بيستقبلوا اهداف كتير وده نتيجه انه خط ظهرهم في بطء شويه وده اللي بنقوله انه لازم بيرستا ومحمد شريف وقفشه يلعبوا على الحته دي والنقطه الثانيه ان هم بيزيدوا شويه يعني بتكلم عن مروان هدهودي وجمال حركاش محمد النهيري اعتقد هما الاثنين دول اللي دايما بيزيدوا واحد منهم او الاثنين تقريبا بيزيدوا دايما مع خط وسط الرجاء ويزيدوا شويه في الناحيه الهجوميه دي هتدي فرصه شويه ومساحه شويه للنادي الاهلي انه مع الاستحواذ انه تلعب على الاطراف او الاختراقات من العمق مع سرعات شريف وبيرستاو هتفرق كتير جدا جدا في بدايه المباراه انك تحرز هدف ده اللي انا اقصده ان طبعاً. اعتقد ان موسيماني بكره مش هيلعب على
الزون ديفنس او الناحيه شويه بقى متاخر شويه زون ديفنس في وسط الملعب. اعتقد انه هيضغط واعتقد انه هيستحوذ لان معطيات فريق الرجاء تدي الفرصه وتدي المساحه لتفكير مسلمي انك تسحب. طيب بمناسبه الضغط والاستحواذ تعالى نقرا بقى امكانياتنا الهجوميه حسب ارقام الرجاء الدفاعيه. اولا صلابه الرجاء الدفاعيه بتستمر دايما 40 دقيقه يعني لغايه من الدقيقه الاولى للدقيقه 40 دايما الرجاء ما بيستقبلش اهداف في شباكه. تمام. من الدقيقه 41 للدقيقه 50 استقبل 25% من الاهداف، من 51 ل 60 استقبل 50% من الاهداف اللي دخلت شباكه، ومن الدقيقه 80 لغايه الدقيقه 90 لم يتلقى اي هدف. هنا قرايه السيناريو الهجومي للنادي الاهلي طبقا لارقام الرجاء. هنا الواضح ان بيديك انطباع ان بدايه من الشوط الثاني هم مش نازلين مركزين. مش نازلين مركزين، ممكن في لعيبه او في مدير فني بيركز ان انا اول 10 دقائق من بدايه كل مباراه لازم ابقى متمركز كويس، لازم ابقى واقف كويس، لكن هنا التركيز بيقل مع بدايه الشوط الثاني، وده لازم يستغله النادي الاهلي. ده لازم التركيز، وممكن كمان نقراها على انها لياقه كابتن احمد، يعني ممكن نقول انه بدنيا الرجاء بيتراجع او خطوطه او يعني قوته الهجوميه صلابته الدفاعيه بتتراجع مع بدايه الشوط الثاني، لان انت بتتكلم على دايما الدقيقه 40 مفيش فرقه قدرت تسجل فيهم اي هدف. ما هو التركيز بيفقدوه في اخر الشوط وفي اول الشوط الثاني. هنا دي بتبقى ملكه للعيبه، ملكه للعيبه اللي هنا اللي ممكن تبقى غايبه عنهم شويه حته القائد اللي داخل الملعب. لكن عايزين نتكلم برضو عن محسن متولي، هو القلب النابض لفريق الرجاء، هو اللي الباور بتاعهم، هو اللي بيحمسهم، لكن في بعض الاوقات زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان فرض اسلوب لعب النادي الاهلي في زي ما قال الكابتن اشرف ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك، ان انت تهاجم من اول، وخصوصا بيستقبلوا اهداف في بدايه الشوط دي، لازم الشوط الثاني لازم برضو يبقى فيه كثافه هجوميه، لازم يبقى فيه نزول بدايه من الشوط الثاني ضغط على فريق الرجاء، وان شاء الله يقدروا يحرزوا اكتر من هدف نحرز بالبطوله ان شاء الله. مفاتيح اللعب في الرجاء اللي تقلق منها كابتن اشرف، وازاي تتعامل معاها من ناحيه دفاعيه؟ يعني اللي قلقني شويه رغم ان احداد مستواه هنا في مصر كان بعيد، ولكن هو مع الرجاء مستواه جيد، عنده سرعات كبيره، وهو هداف الرجاء عنده 4 اهداف، يعني اعتقد انه ثقته بترجع له شويه في مع فريق الرجاء. يعني محسن متولي كمان من اللاعبين الجيدين، واعتقد من هدافين الفرقه. في خط الوسط عمر العرجون ده كويس، يعني من اللاعبين المميزين، الاثنين اللي بيزيدوا من تحت كمان مميزين جدا خاصه في الكرات الثابته، مميزين فيها جدا جدا، يعني دي لازم اكيد مستر موسيماني هياخد باله منها بشكل كبير في الكرات الثابته، سواء الكورنر او الكرات الثابته اللي من خارج منطقه الجزاء. فاعتقد ان يعني خطوره شويه الرجاء في الهجمات المرتده، خاصه السرعات اللي موجوده عندهم لحميد احدادي ومحسن متولي. باستثناء كده اعتقد انه فريق سهل انك تستحوذ في وسط الملعب، ولو استحوذت على الكره في وسط الملعب هتقدر بشكل كبير جدا تخترق بسهوله، لان طريقه لعب النادي الاهلي في بدايه الموسم ادتنا انطباع كبير جدا جدا انه النادي الاهلي عنده القدره في الاختراقات من العمق ومن الاطراف، زي ما قال احمد كمان ان اكرم توفيق وعلي معلول ليهم دور كبير جدا 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 مع النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت واللي جايه ان شاء الله، في انه انت بتوصل بشكل جيد، بتفنش الكره بشكل جيد سواء كروس او التصويب، يعني اكرم وعلي عندهم الميستين النهارده بتقدر تصوب بشكل جيد لما بتوصل، او بتقدر تعمل كروس بشكل جيد لمحمد شريف او بيرستاو او الناس اللي بتزيد من تحت. الاختراقات من العمق قفشه بيلعبها بشكل رائع جدا جدا، عندك مميزات وعندك استحواذ بشكل كبير، وعندك الخامات اللي تقدر تنفذ ده بشكل كبير جدا. اعتقد ان مستر موسيماني بكره ان شاء الله هيكون في ضغط كبير جدا. عندهم حارس مرمى، عندهم طبعا زينيتي من حراس الجيدين، والتصويب من بعيد بيكون مركز بشكل كبير، ليه نقط ضعف في الكرات العرضيه، هي دي ازمته الكبيره جدا. طيب كابتن احمد، هجوميا الرجاء شايف ازاي دفاعات الاهلي تتعامل معاه؟ وبرده هسالك مين اخطر اللعيبه او مفاتيح اللعب في فرقه الرجاء؟ اكيد اللي عارفهم بشكل اكبر بدر بنون كان لاعب طبعا معاهم، خد البطوله معاهم كده، خد البطوله معاهم، لكن هو اللي هيبقى برده ملم بكل الامور، وممكن لو عنده معلومات اكيد هيقولها لمستر موسيماني على نقط القوه والضعف،
لكن زي ما قلت لحضرتك في بن حليب في خط الفيرويد برضو من اللعيبه المهمه جدا. حميد حداد زي ما قال كابتن اشرف من اللعيبه بعكس ما كان مع نادي الزمالك لا هو بيقدر يروح لجون بمفتاح لعب جيد بالنسبه لهم، لكن هنا التمركز بتاع خط دفاع النادي الاهلي او تقارب الخطوط بينهم من بعض، لان اللعيبه دي عندها سرعات، ففريق رجع عنده سرعات، وخصوصا لما هتلاقي الخطوط قريبه من بعض مش هيبقى في مساحات للباص. هنا دي بيأديها بشكل جيد ارتداد حمدي فتحي لو لعب بالطريقه اللي احنا قلنا عليها مع تقارب الخطوط مع ضم علي معلول مع اكرم توفيق مع ارتداد السريع اللي بيعمله السوليه واليو ديانج، هنا هنقدر نقفل المساحات الدفاعيه. وهنا ما يميز النادي الاهلي هو تقارب الخطوط، تقارب الخطوط اللي انا بتكلم فيه، وخصوصا طريقه اللعب دي 3 4 3 هي ده ما يميزها، ان هي تقارب الخطوط بينهم وبين بعض، لان التغطيات العكسيه طبعا بتفرق كتير طبعا، يعني زي ما قلت لحضرتك علي معلول واكرم توفيق الارتداد السريع مع التغطيه، هنا عايزين نستغل الضعف اللي فيه الزينيتي اللي هو حارس المرمى الكرات العرضيه زي ما قال الكابتن اشرف لازم نستغلها، يبقى فيه كرات عرضيه كتير، ده اللي انا عايز اتكلم عليه. اكرم توفيق ان هو طور اداؤه الهجومي بشكل كبير جدا وبيقدر يؤدي الدور الهجومي بجيد جدا. يعني رسالتكم لنجوم النادي الاهلي قبل ماتش بكره، ورسالتكم كمان لجماهير الاهلي اللي هتكون حاضره في ملعب احمد بن علي بالريان بكره ان شاء الله؟ يعني بالتاكيد يعني كل التوفيق ان شاء الله بكره، وانا شايف ان لاعبي النادي الاهلي دايما في البطولات الحاسمه دي واللي هي يعني مباراه بتعني بطوله بيكونوا مركزين بشكل كبير جدا جدا، الروح القتاليه العاليه اللي موجوده اعتقد ما فيش حد فينا يقدر يعني يوجه نصيحه للاعبي النادي الاهلي انه لا يعني شد حيلكم، لا لازم دي موجوده اوريدي، ده طابع لاعبي النادي الاهلي، ولكن نتمنى بس التركيز، هو التركيز لانه احيانا لما بتلعب مع فريق شويه عنده سرعات شويه بيبقى متحمس قوي انه، وده حال كل الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي دايما متحمس انه يفوز ودايما متحمس انه ياخد بطوله منك، هو انه بيلعب الاهلي في حد ذاته ده دافع وحافز انه يطلع اقصى كده. ما عنده، فاتمنى بس التركيز لان الاخطاء ممكن شويه تودينا في حتت مع الفرق شمال افريقيا شويه بيكون فيها صعوبه شويه انك ترجع، لان هم بيكون عندهم يعني ادوار مختلفه شويه بعيده عن كره القدم. صحيح، اتمنى صحيح التركيز ان شاء الله والتوفيق باذن الله. كابتن احمد، كلنا عندنا ثقه في اللعيبه ان هم على قد المسؤوليه، لعيبه عندها مقومات البطوله ما بيظهروش الا في المحافل الكبيره، مباراه زي بتاعت بكره ان شاء الله اتمنى اللعيبه تكون في حالتها يوم المباراه، دي اللي انا بتمناه، اللعيبه تبقى في حالتها، اللعيبه كلها مقدره قيمه تيشيرت النادي الاهلي ومقدره المسؤوليه اللي على عاتقها، وخصوصا وراها جمهور كبير، اتمنى ان شاء الله الفوز بالبطوله وتضاف لدولاب تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لرجالتنا بكره، كلنا ثقه فيكم ان شاء الله تفرحوا ملايين، في انتظاركم بكره ان شاء الله ترجعوا لنا بالكاس من الدوحه، الكاس الثامن في تاريخ النادي الاهلي، قربنا خطوه مش وحشه من الريال، احنا بقينا دلوقتي يعني جمهور النادي الاهلي الجيل الجديد كمان عايش دلوقتي في منافسه مع ريال مدريد، ان شاء الله الاهلي قادر السيزون ده يكون موسم مميز، العروض اللي قدمها النادي الاهلي كوره مع مستر موسيماني السنه دي مختلفه بشكل كبير، ومطمئنه ان شاء الله باذن الله كل ما ينقصنا او كل ما نحتاجه بكره ان شاء الله هو التركيز والانضباط، كل واحد يحط مجهوده كله في الملعب، وان شاء الله قادرين نرجع بالكاس الغاليه من قطر. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لنجوم النادي الاهلي اللي شرفونا النهارده، كابتن اشرف ممدوح، كابتن احمد عادل، نورتوا الدنيا وبنسعد ليكم دايما. بشكر جماهير النادي الاهلي في قطر على استقبالها الكبير ودعمها الكبير للنادي الاهلي، ومستنيينكم بكره في الملعب ان شاء الله تقدموا افضل ما عندكم في استقبال ابطال مصر وابطال افريقيا بكره، نوعد كل جماهير النادي الاهلي اللي هتتابع المباراه بدخله جامده جدا في ملعب المباراه اللي هيجمعنا بالرجاء ان شاء الله باذن الله. مره ثانيه بنشكر كل رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر، وبشكر ان شاء الله يعني كل فريق العمل للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله موفقين بكره، ونحتفل باذن الله في الحلقه اللي جايه من السادسه بكاس سوبر تامن في تاريخ النادي الاهلي. بشكر حضراتكم وقابلكم على كل خير ان شاء الله في حلقه جديده من السادسه.